تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الحكومية التي تمتلك السياسات والإجراءات للتصدي لمخاطر الفساد في تقديم خدمات التنمية من منظور النوع الاجتماعي. ولدرء هذه المخاطر، على الوزارة كقائد ومنسق للحماية الاجتماعية في فلسطين عدة مهمات، منها تطوير سياسة خاصة للوزارة لدرء مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي بما فيه التحرش والابتزاز والإساءة الجنسية، تطوير قدراتها الإشرافية على جميع المساعدات التي تقدم من المؤسسات والجهات المختلفة وإخضاعها لمعايير الشفافية والمساءلة، تحليل البرامج والمشاريع والخدمات والقوانين والسياسات وإجراء تدقيق منظور النوع الاجتماعي، تطوير الخطط التدريبية للعاملين في الوزارة وتضمين النوع الاجتماعي ومحاربة الفساد لتكون مهمة العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية ووحدات الشكاوى. إذا تعرضت للتحرش في مكان العمل أو عند طلب الخدمة، يمكنك الاستشارة والمساعدة القانونية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لائتلاف أمان 1800-180-180 أو الاتصال على رقم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 1800-80-70-60. أنتج هذا سبوت ضمن برنامج ند نساء ضد الفساد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.